تحياتي لكم جميعا. فهاد العرض على البروغرام إيراسموس بلس اللي هو البرنامج الأوروبي المعروف، ولكن حنا هنا كنتكلموا غير على واحد الجزئيه واحده اللي هي ديال كمان ممكن اللي يمكن ترجمها بالعربيه الفصحى ونقولوا لها حركيه او تبادل طلبه. هو اكثر تبادل طلبه من هي حركيه، اللي هذا البرنامج اللي كيخول لكم انكم تحصلوا على منح اللي تمشيو تقراو بها في جامعات أوروبية اللي هي معروفة وعندها واحد الصيت حسن، وكذلك هي عندها واحد معروفة في من الناحية العلمية ومن الناحية الأدبية أنها مشهورة، أو كتقدروا تمشيو تدوزوا فيها واحد هي أما سمستر وحدة أو جوج ديال لي سمستر أسدوس أو أسدوسين اللي يقدروا يجيوا إن شاء الله غادي يعاونوكم بزاف في سواء في قرايتكم قبل ما تكملوا أو مني تمشيوا مني إن شاء الله تلقاو الخدمة وتمشيوا تقلبوا على خدمة، سيعاونكم بزاف باش تزيدوهم في السي في ديالكم اللي كتعطيكم واحد اللي كتعاونكم وكتغلي اكثر السي في ديالكم بالتجارب ديالكم. هنايا نبدا نشرح لكم شويه بشويه، غنمشيو شنو هو الاصل ديال هذا البرنامج ديال ايراسموس. ايراسموس معروف انه كان تنشا في 1987، وفي 1987 في الانشاء ديالو كان موجه خاصه للطلبه ديال اوروبا، هما اللي كانوا كيقدروا يستعملوا هذا البرنامج لتبادل والحركيه ديالتهم في جميع الجامعات الاوروبيه في ذاك الوقت، واللي هذا البرنامج اسمح لها الطلبه باش يكونوا عند واحد التجربه واحد الثقه في النفس كبيره بزاف اللي عطاتهم، اللي كان عندها بزاف نتائج حسنه وطيبه على المشوار الدراسي ديالهم. في 2009 تم الانشاء او الخلق ديال البرنامج إيراسموس موندوس، وفي سميتو انه كنشوفو إيراسموس موندوس، موندوس يعني كيتوجه لعالم اخر اللي قريب من اوروبا اللي هما حنايا الناس الدول اللي ساكنه على الحوض الابيض البحر الابيض المتوسط، اللي تقدر هي تستفد من هاد البرنامج ديال المنح الاوروبيه، واللي في الحقيقه كانت واحد الاستفاده كبيره بزاف من 2009 حتى 2013. وفي 2014 كان بيان سور تخلق واحد البرنامج اللي سميتو إيراسموس بلس اللي هو اللي كنتكلموا عليه دابا. وهذا إيراسموس بلس هو ماشي غير البرنامج خاص فقط بالمنح للطلاب، ولكن هو واحد البرنامج كبير بزاف وفيه واحد الميزانيات كبيره بزاف اللي كتصرف فيه، اللي كتعطي مساعده لجميع الدول سواء كانت اوروبيه او غير اوروبيه باش كتنفتح على المحيط الخارجي ديالها، وباش كتنفتح اكثر على اوروبا او غير اوروبا، وكذلك حتى الاوروبيين ينفتحوا على الدول الاخرى ويعرفوا اشنو كاين فيها من، وذلك بفضل المنح التي كتعطى لهاد الناس اللي كيقدروا يمشيو فيها طلبه واساتذه واداريين كذلك، اللي كيقدروا يتعرفوا على دول اللي كانوا ما كيعرفوش عليها تقريبا بزاف الحوايج، ولكن ملي كيزوروها وكيعيشوا فيها كيكون واحد التبادل مهم، بتبادل ثقافي وتبادل علمي وتبادل في جميع المجالات اللي غادي تعاون هاد الناس من بعد، واللي كتعطي واحد الفكره على كل دوله شنو كاين فيها.
هنا كنوصلوا علاش مهمه الحركيه او التبادل، علاش مهم الانسان يتحرك من بلاصه لبلاصه او يمشي من جامعه لجامعه، بما اننا في واحد الاطار جامعي علمي، علاش خصنا ضروري من هاد البرامج او من هاد البرامج او لهاد المنح، يا كذلك برامج ديال المنح للطلبه وغير الطلبه. هنا نقدروا نشوفوا كما كتشوفوا انه كاين واحد اول حاجه هو لكننا كنتكلموا على علاش هذا الشيء، كنشوفوا انه كاين واحد الحاجه مهمه، هي انه بالنسبه للجامعه او بالنسبه للمؤسسه ديال التعليم او غير التعليم، علاش مهمه الحركيه ديال هاد الناس، علاش مهمه الناس يمشيوا لدول اخرى ويمشيوا يرتاحوا، يمشيوا او يرتاحوا ماشي يرتاحوا، ولكن غادي يقدروا يتعلموا تما بزاف ديال الحوايج، يزيدوا حوايج اخرين ويكتفوا المعارف ديالهم. علاش هادشي مهم؟ اول حاجه انه هاد البرامج كتساعد على الصعود او تحسين الجوده ديال التعليم، لان اي واحد كيمشي لواحد الجامعه واحده اخرى او كيبدل الجامعه لجامعه اخرى الا ضروري ضروري غادي يعرف شي حوايج اللي ما كانش كيخدمهم او ما كانش كيديرهم في المؤسسه ديالته. وهذا الشيء ملي دوك الناس اللي كيكونوا اساتذه او اداريين او طلبه، ملي الانسان كيمشي لواحد الجامعه وكيتنقل ليها وكيمشي او سواء كيقرا فيها او يدير فيها ستاج او يمشي يدير فيها دروس، هذاك الشيء كله كينعكس على الجوده ديال التعليم اللي كيقدر يوصل لواحد المستوى احسن وافضل من داك الشيء اللي كان. كاين واحد الحاجه اخرى اللي مهمه، هو انه وضع استراتيجيات جديده للناس اللي كيتدربوا وكيتعلموا، اكثريه حنا كنهضروا على الاداريين او الاداريين او الطلب او الاساتذه. هاد الاستراتيجيات كتقدر تساعد في تطور الجامعه او غير الجامعه، تساعد في التطور ديال الجامعه او حتى ديال المؤسسات اخرى. هذه باينه انه اي واحد كيمشي يدير شي حركيه او كيمشي باش لشي جامعه اخرى، بدا كيفكر باش يدير شراكات جديده مع ديك الجامعه اللي مشى ليها. واخر حاجه هي ان هاد البرامج كتعاون على تحديث الجامعات، وكتعاون كذلك على هاد الجامعه انها تصير جامعات دوليه ديال التعليم العالي، اللي مهم انك باش تتسير العصر وكتسير التطور العلمي والبيداغوجي اللي كاين في هاد الجامعات. اما من على المستوى الشخصي والمهني، هي اي واحد مشى الا وحس انه وصل لواحد حس براسو انه كاين شي حاجه اللي كتغير ملي كيمشي او كيرجع. والحاجه هو انه كاين داك التبادل العلمي كما قلنا، التبادل العلمي والمهني، كاين التكتيف او الكفاءات حتى هي كاينه مهمه جدا، انه الانسان كيقدر يطور من الكفاءات ديالو سواء الكفاءات العلميه او الكفاءات اللغويه او غيرها. وكاين حتى داك التعليم كذلك ديال كما كنقولوا حنا لو ترانسفير ديال لو سافوار فير، ولا واحد التبادل ديال المسائل اللي كتقدر تكون مهمه جدا في المجال العمل ديال كل واحد. كاين واحد الحاجه اخرى هي اللي مهمه، هي انه تطوير الرؤيه الجديده للعمل ديال الانسان، واش هذاك العمل هو اللي كيقدر يكمل فيه لحقاش. مهم ان الانسان يكون كيحتاج بالراحه في المجال ديالو باش كيقدر يعطي فيه اكثر، ولا يقدر يقول لا غنحبس هنا ونقدر نشوف شي حاجه اخرى اللي نقدر ندير فيها ونعطي فيها اكثر. كاينه واحد الحاجه مهمه واحده اخرى، هي انه كاينه واحد السهوله ديال ان الانسان كيتعود على داك المحيط اللي كيمشي له، باش كيعرف راسو انه محيط اللي هو خلاه واحد المحيط ديالو مشى لمحيط اخر، ولكن كيتعود على واحد المحيط جديد وكيتعرف على ناس جداد، وهذاك الشيء حتى هو مهم. وكاينه كذلك
الواحد كيخصو يشوف داك العمل اللي كيدير، وهو كيبدا هو براسو كيقول تيسال انت يسال نفسه واش هاد العمل اللي كندير واش في المستوى، ولا خاصني نزيد فيه شي حوايج اخرين، ولا نقص، ولا شوف شنو ندير. هذا حتى هو تساؤل كيقدر الانسان يطرحه على نفسه، اللي كيكون اللي كيتسمى لوتو كريتيك او لوتو ايفالياسيون. يعني الانسان كي هو كيسول نفسه واش هذاك الشيء اللي كيدير واش هو داك ولا خصو مازال. وكاينه واحد الحاجه الانسان انه كيحس بواحد التغيير اللي كيدفعو انه للراحه النفسيه والراحه الذاتيه اللي كتقدر تساعده بزاف من بعد. وشكرا، نكمل لكم من بعد.